جاي على بالك تعملي تيراميسو وما لقيتيش بسكوت صغير؟ تعالي نعمل مع بعض تيراميسو بعجينه الباف بيستري. في صينيه الفرن هنحط مربعات عجينه الباف بيستري، نغرزها بالشوكه، هندخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده 20 دقيقه، وعبال ما تستوي هنكون جهزنا الحشو. في بوله هنضيف الكريمه المخفوقه والجبنه الكريمي والقهوه 3 في 1، سكر بودره، فانيليا، ونخلطهم كويس. وفي نص كوباية مية هندوب معلقتين قهوة سريعة الذوبان. هنزين طبق التقديم بالكاكاو، هنحط طبق باف بيستري ونسقيها بالقهوة، ونحط حشوة التيراميسو، ونكرر الطبقات دي مرتين. نبدأ نزينها بقطع الشوكولاتة والراسبيري. وكده بقى عملتلك التيراميسو بعجينة الباف بيستري، جربيها ومش هتبطلي تعمليها. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.